نجد تدارس الوضع القائم. موافقة حوثية على التعاطي بإيجابية مع الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في اليمن، وهو ما أعلنت عنه كذلك القوات المتمردة الموالية لصالح. الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ بحلول يوم الثلاثاء المقبل جاءت دعما للجهود الإنسانية ورغبة من المملكة العربية السعودية في رفع المعاناة عن النازحين اليمنيين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة جراء استهداف جماعة الحوثي للمناطق السكنية بالقصف. كما تسمح فترة الهدنة التي اعتبرت السعودية أنها تنتهي لحظة خرقها من جانب جماعة الحوثي بإدخال مواد الإغاثة الضرورية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بشكل خاص، وذلك في ظل النقص الحاد في هذه المواد جراء الاستهداف الحوثي للمستشفيات. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن من باريس عن هدنة إنسانية ووقف كامل لإطلاق النار لمدة 5 أيام قابلة للتمديد في حال التزام الانقلابيين الحوثيين بها. وفيما يشكك مراقبون في التزام جماعة الحوثي بالهدنة، يأمل اليمنيون الرازحون تحت نيران القصف الحوثي قبل غيرهم أن يلتزم بها الانقلابيون الحوثيون ومن يدعمهم من جماعة المخلوع صالح، علها تكون فرصة للتوصل لحل سياسي ينهي معاناتهم. علياء عز الدين، العربية.